عدنا فعلا مثل ما كان يقول الاستاذ العالي الى خطاب الرداء من جديد وهو لم يغادر لكنه يختفي ثم يعود ربما المناسبه هي دائما ارضاء الرئيس باي طريقه الأمين العام لهجرة التحرير الوطني حداد رجل المال كذلك بالنسبه لمسؤول النقابه اتحاد العام العمال الجزائريين شخصيات وزراء كلهم قال عنهم سياسيون كثر بانهم يسبحون بحمد بوتفليقه لا اكثر ولا عقل. صراحه قبل قليل علقت على تلك الصوره وضعتها على الفيسبوك وقلت اننا في الحقيقه ان كفار قريش كانوا اشرف من هؤلاء القوم لانهم كانوا يقدسون حجاره حجاره مرقومه مرسومه لها قيمه فكانوا يقدسونها ويقولون لتقربون الى الله يعبدونها نعم بعباده وتقديس نحن اليوم وصلنا الى تقديس صوره يعني عندما تجد قام رجال بالكرافاتات والكستيمات ودايرين 70 80 واحد حول صوره والجميع ينظر الى تلك الصوره هكذا وكانها شيء خيالي وكان شيء نزل من مش عارف من من السماء وكان يعني شيء مرعب صراحه الشعب الجزائري كان يؤاخذ على اخواننا وجيراننا المغاربه انهم يقبلون يد الملك فاذا بنا اليوم نتجاوز تلك المهزله لنصبح يقدسون لنا صوره ليس حتى رجلا يعني يقدسون لنا صورة وهذا الشخص في عالم آخر إذا في الحقيقة يتقربون من أخوه من شقيقه الحاكم بأمره هل تعلم يا أخي عثمان نعم صار ويلك هذه بقصة باختصار شديد أنا بوتفليقة كان ممكن أن ينتهي وراه روتريت اليوم في المغرب على أساس أنه جندارم سابق في نهاية 55 بداية 56 تقدم لكي يلتحق بالدرك المغربي كجدارمي أيوة لكن لسوء حظه او بلك لحسن حظه الان وللكارثه علينا احنا انه كان تنقصه 3 سنتيمترات على الحد المطلوب ليكون يكو لكي يكون دركي يعني اعتقد انهم كانوا طالبين متر او 66 وهو كان اقل ب 3 سنتيمترات فاذا به وجد نفسه لازم يلتحق بالثوره الثوره طبعا الجماعه اللي كانوا في وجده وهو كما نعرف من سكان وجدة الذي بالمناسبه احيي رجالها وشرفائها لان البعض منهم يقولون لماذا تنسبون لنا عبد العزيز بوتفليقه نحن نحن نحب الجزائر ودافعنا عن الجزائر وهم كذلك فعلا لا طيب. نحن فقط نذكرها لانه ولد فيها ليس اكثر من ذلك اذا كان ممكن ان ينتهي دركي بالك راهو عنده 20 سنه رتريت وخرج دركي في المغرب وانتهى الموضوع لانه كان يحمل الجنسيه وكان متواجد هناك فاذا به الان في العشرين سنة هذه اللي كان المفروض رأوا فيها كان متقاعد هناك أصبح يحكم الجزائر هذه المأساة اليوم الحقيقية يعني شيء مضحك إلى درجة أن شر البلية ما يضحك هذه مؤلمة جدا المصيبة أن النقابة تسبح بحمد الرئيس والأصل فيها الدفاع عن العمال ما طلبوا بطبيعة الحال هذا في يعني العالم كله يعني وجودها مدى وجودها أصل وجودها النقابة أن تدافع على العمال ضد الحكومة وضد رجال الأعمال وتواجههم يعني برلمان المفروض أنها سلطة تشريعية بحسب ما يقولون في الدستور يواجه سلطة تنفيذية يقدسون بوتفليقة محامين ذكرنا الأخ سفيان بكثير منهم عبر العالم كيف يقومون يعني واخرهم اخواننا في تونس اللي هم في الحقيقه قادوا الثوره وعلى الاقل ساهموا فيها بشكل كبير فاذا بهم يركعون لبوتفليقه القضاة هناك صوره مؤلمه جدا اعتقد انها كانت لرئيس المحامين او رئيس القضاة يبوس في يد بوتفليقه واحد من مجلس يقبل في يد بوتفليقه عندما يركع القاضي للحاكم فتلك كارثه بكل ما تعنيه الكلمه